قدم نادي ليفربول الإنجليزي عرضا قياسيا لنادي روما الإيطالي من أجل ضم حارس مرمى منتخب البرازيل أليسون. وذكرت شبكة بي بي سي البريطانية أن ليفربول عرض مبلغا وقدره 62 مليون جنيه استرليني لضم الحارس البرازيلي، وبحال إتمام الصفقة سيصبح أليسون أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم. ويحاول ليفربول تعزيز صفوفه بحارس قوي خلفا للألماني لوريس كاريوس الذي ارتكب خطأين فادحين في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.